جانب من مدينة لاغوس عاصمة نيجيريا ومينائها الرئيسي، وهي تطل على برزخ لاغوس وتقع في جنوب غرب نيجيريا. أحد أيام رمضان الكريم في لاغوس المحاذية لخليج غينيا والحافلة بمعالم العمران العصرية، ويقارب عدد سكانها 2 مليون نسمة. ونيجيريا هي أكثر الدول الإفريقية سكانا، إذ يزيد سكانها على 65 مليون نسمة. وفي لاغوس توجد الأحياء الشعبية القديمة إلى جانب المعالم العمرانية الحديثة. وفي لاغوس صناعات عديدة، منها العصرية ومنها التقليدية كصباغة الأقمشة. والنيجيريون يقبلون على الألوان الزاهية في ملابسهم الوطنية. يشكل المسلمون في نيجيريا حوالي 50% من مجموع السكان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجد أكبر تجمعات المسلمين في الولايات الشمالية من نيجيريا، التي هي أكبر دولة في غرب إفريقيا. وقد أخذ الإسلام ينتشر فيها ابتداء من عهد الفتوحات الإسلامية في شمال القارة، وازداد انتشار الإسلام إثر انتصارات المرابطين في القارة الإفريقية. وأخذ مسلمو نيجيريا يقبلون على تعلم العربية التي أنزل بها القرآن الكريم هدى للناس ونبراسا مشرقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي التامة ليل فجر. الله أكبر. حاول الاستعمار في العصر الحديث محاربة الإسلام في نيجيريا، لكنه فشل أمام حماسة المسلمين لدينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسيرنا اليوم في سورة الفرقان، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلا علينا القارئ ما تيسر من أول سورة الفرقان، وكانت تلاوته 3 آيات. الأولى في الثناء على الله تعالى لما أنعم علينا من البركة والرحمة، والثانية في توحيده تعالى عن الولد والشريك، والثالثة
في تقدير الله لعباده في معاشهم ومعادهم. لنأتي الآن على مفردات الآية الأولى. تبارك تكاثر. يتحدث شعب نيجيريا بقبائله وأعراقه المتنوعة أكثر من 200 لغة ولهجة، واللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الإنجليزية التي فرضها المستعمرون الإنجليز، غير أن المدارس الإسلامية في نيجيريا تدرس اللغة العربية التي يقبل المسلمون على تعلمها حرصا على تفهم القرآن الكريم. الفرقان، هل من سؤال؟ عبد الرحمن تفضل. لماذا سميت هذه السورة بسورة الفرقان ولم يسمى بسورة القرآن؟ سمي بالفرقان لأنه يفرق بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل بأحكامه، وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى. واضح؟ واضح. خلال شهر رمضان المبارك يكثر المسلمون النيجيريون من ذكر الله وتلاوة آياته البينات، ويرددون الأدعية والأناشيد الدينية بما تحث عليه من قيم سامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ليلة القدر المنيفة مجد فيها الحنيفة، نزل القرآن فيها فهي للدنيا سلام، فهي للدنيا سلام، فهي للدنيا سلام. انزل الأملاك فيها ودر الجنة فيها، فهي تدعو المسلمين ادخلوها بسلام بسلام آمنين. عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسلم في هدايا لوجود الدعوات، فاتركوا باب السماء، فاتركوا باب السماء. أحد المساجد الجامعة في مدينة لاغوس، وقد فرغ المصلون لتوهم من أداء صلاة الجمعة، وينتشر المصلون بعدئذ كل في سبيله، ويتجه كثيرون منهم إلى الأسواق لتأمين احتياجات عائلتهم. وفي لاغوس يبلغ معدل الحرارة 27 درجة مئوية على مدار السنة، ويسبب ارتفاع الرطوبة في جوها مشقة كبيرة للصائمين، لكنهم يتحملون المشقة لإيمانهم بغايات الصوم وحكمة الله في فرضه على عباده. أما السكان المسلمون في الأقاليم الشمالية من نيجيريا فلا يعانون في صومهم من شدة رطوبة الجو، لأنه جاف هناك مع نسبة أمطار أقل بكثير مما هي عليه في الأقاليم الأخرى. وعند مغيب الشمس بعد تحمل مشقة يوم من الصيام في الشهر المبارك يكون الإفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أصلي فاري وطاي ردو لله تعالى. بس مرة بس بس ميسا بس مرة بدأ. يلتقي أفراد هذه الأسرة المسلمة في نيجيريا على مائدة الإفطار، ومن المأكولات الشائعة في نيجيريا أكلة تسمى النيام، وهي عبارة عن بامية مع لحم وتمر هندي. وفي شمال البلاد يخلط مع النيام شيء من الذرة المطحونة، وهناك أكلة أخرى اسمها الغاري، وهي شائعة في شتى أنحاء نيجيريا
ويؤكل بجانبها الفستق، هذا بالإضافة إلى اللحوم المتوفرة بكثرة في نيجيريا. بعد الإفطار وصلاتي المغرب والعشاء يجتمع الشبان الصغار في حلقات يرددون فيها أناشيد الاحتفاء بالشهر الكريم. ومع قرب نهاية رمضان الكريم يبدأ الاستعداد لاستقبال عيد الفطر السعيد الذي يعتبره النيجيريون المسلمون بحق من أجمل أيامهم، وتقاد أعداد كبيرة من المواشي إلى الأسواق تمهيدا لبيعها. وصباح يوم عيد الفطر المبارك يجتمع عشرات الآلاف من مسلمي نيجيريا رجالا ونساء وأطفالا، وقد لبسوا أفخر ثيابهم ترحيبا واحتفاء بعيد الفطر واستعدادا لإقامة صلاة العيد. وعلى الرغم من كثرة المساجد في لاغوس وغيرها من مدن نيجيريا، إلا أنها لا تتسع لجمهور المصلين الذين يفدون إلى أماكن فسيحة يؤدون فيها صلاتهم. وفي مكان للوضوء يتسع لعشرات الأشخاص يتوضأ بعض المصلين، بينما يتوضأ آخرون بمياه يجلبونها معهم لكثرة المتوضئين وازدحامهم. وتجمع صدقات العيد، ثم يدخل أحد كبار رجال الدين مع صحب من المسلمين ليؤم الناس في صلاتهم. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله وما أن تتم الصلاة حتى يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بعيد الفطر المبارك، فرحين معبرين عن أماني الخير بعضهم لبعض ولأمة المسلمين. وتعقد بعدئذ احتفالات شعبية بالعيد المبارك.